جول للفراري، جوه جول للفراري، الفراري شادي رضوان. ربما لم يحصل لاعب في عمره على شهرة مثلما نال شادي رضوان فراري الأهلي الصاعد بقوة الصاروخ. لاعب صغير كتب اسمه بسرعة البرق في قائمة الفريق الأول بالأهلي بعد ارتباط الجماهير به بسبب مستواه الرائع. عرض يا سلامة، يلعبها جول 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 جول، جوه جول للفراري، يا الفراري شادي رضوان. هنا في الأشبال كنا أول من تحدثنا وقدمنا شادي رضوان، قدمناه نجم على الطريق، مبارياته مع فرق الشباب وأهدافه ولمساته وتألقه هي من كشفت عن موهبة رائعة. خطف الأضواء فكانت الفرصة التي يبحث عنها كل ناشئ بالأهلي، وهي الطريق إلى مختار التتش. ولد شادي رضوان عبد الرؤوف محمد في الأول من سبتمبر عام 2001، بدأ حياته في المنصورة ولفتت موهبته أصدقاءه، فتحركت الأسرة على الفور لتحقيق حلمه بالالتحاق بالأهلي. يا سلام يا شيكو، شادي رضوان انضم لأكاديمية النادي هناك، وقبل مرور 70 يوما كانت العين الخبيرة الثاقبة ترشحه للسفر إلى القاهرة والانضمام لقطاع الناشئين. لم تكن الحياة وردية، فخضع لاختبارات جديدة في ملاعب النادي بمدينة نصر، ولكن منذ الوهلة الأولى كان عبد النبي عاشور وأسامة عباس قد اتخذا القرار وتم ضم شادي رضوان إلى القطاع. لفت الأنظار بموهبته العالية وسرعته الفائقة حتى اشتهر بلقب الفراري. سعد في التمريرة لشادي، شادي شادي، الفراري بتاع النادي. وشبهه آخرون بالحاوي وليد سليمان. أصابته عين الحسد حيث اختارته صحيفة الجارديان ضمن أفضل 60 موهبة صاعدة حول العالم، فتعرض للإصابة ولكنه عاد أقوى مما كان للتألق مع فريقه، فتلقى عروضا بالجملة مصرية وعربية وآخرها العين الإماراتي. تمسك به الأهلي وقام بتصعيده للفريق الأول، ولاقى إعجاب كل المدربين الذين تدرب على أيديهم. الفراري شادي يتحدث عن موهبته وأحلامه في الأشبال.